بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائنا الطلبة في محاضرة جديدة. اليوم إن شاء الله راح نسوي مراجعة سريعة عن الشابتر الثامن لكتاب النحو المرحلة الثانية. أتمنى تتابعون وياي أول بأول، وأي ملاحظة أو أي شيء أذكره حاول تكتبه. أول شيء عندنا تعريف المورفيم is a short segment of language that meets three criteria. هذا هو تعريف المورفيم، هو يعني أي يعني وحدة لغوية والتي تتميز أو تحتوي على ثلاثة خصائص. هذا هو تعريف المورفيم، أصغر وحدة لغوية والتي تكون ذات ثلاث خصائص لغوية. أولا it is a part or a part of word that has meaning. تعريف مهم جدا، وهذه النقاط هي خصائص المورفيم. طبعا خصائص المورفيم هم ثلاثة، هاي الخصائص لازم تنحفظ بالامتحان. بالانجليزي يقول لك عرف المورفيم واذكر its criteria، يعني او يقول لك what's meant by morpheme and explain او write او ايا كان its criteria. its three criteria، هاي كلمة criteria يعني مميزات، هذا هو صيغة السؤال. حتى اذا ما اجاك يعني مثلا بالامتحان يقول لك انطيني خصائصه، ففي الغالب يجيك بالامتحان مثلا فراغ it is a word or part of word that has meaning، تقول له المورفين يعني ممكن تجيك فراغ او ممكن تجيك اختيار صح او خطا يعني. فهاي النقاط تحفظ جدا جدا مهمه. it is a word or part of word that has meaning. الملاحظه الاولى اللي لازم تكتبها يمك، المورفين هو كلمه او جزء من كلمه يحتوي على معنى. اذا اخواننا الاعزاء، لو سالتك هذا السؤال الان، هل المورفيم هو كلمة مع مجموعة حروف فقط؟ الجواب خطأ. المورفيم هو ليس مجموعة من الحروف، وإنما المورفيم هو مجموعة من الحروف ذات معنى. مجموعة من الحروف ذات معنى، يعني ما ممكن أقول على هذا الكلمة مورفيم إلا احتوت على معنى. إذا ما عندك معنى معناها ما عندك مورفيم. واضح لهنا؟ جيد. It cannot be divided into similar meaningful parts. لا يمكن تقسيمه إلى أجزاء صغيرة. لا يمكن تقسيمه إلى أجزاء صغيرة ذات معنى. وهاي الملاحظة هواي طلاب يخطئون بها، ما يفهمونها. شنو المقصود بهاي الكلمة؟ طبعا يقول لك المورفيم اللي إله معنى ما نقدر نجزئه ويصير له معاني اخرى. يعني ما افتهمت شلون يعني. يعني انا عندي كلمة play معناها يلعب، هاي الكلمة هي مورفيم. هاي الكلمة لو شيلت من عندها حرف الواي اللي بالاخير صارت play، هل هذه مورفيم؟ هذه ليست مورفيم. هذه ليست مورفيم. ليش؟ لانه هاي الكلمة تحتوي على قطع من الحروف وفقد المعنى. طالما فقد المعنى لم يبقى عندي مورفيم. اذا وجود المعنى هو اساس لوجود المورفيم. اذا ما عندك معنى ما عندك مورفيم. الملاحظة الاولى تقول لك ثلاث معنى، الملاحظة الثانية يقول ما نقدر نقطعه. زين، بعد شلون مرات بالامتحان او مرات بالانجليزي بشكل عام مثلا عندنا بلاي بلايد، نحذف الاي دي وتبقى البلاي، شلون هيجي؟ هذه عندك مورفيمين مو مورفيم واحد. الملاحظة هذه شو تقول؟ الملاحظة تقول المورفيم نفسه كلمة play اللي هي لها معنى ما نقدر نقطعها، بس أنا إذا عندي مورفيمين ثلاثة أقدر أفصل واحد عن الثاني. هاي الملاحظة دير بالك، ترى هواي طلاب بيخطئون بيها. النقطة الثالثة it recurs in differing variable environment with relatively suitable meaning. يعني معناها المورفيم يمكن إضافته إلى مورفيم آخر بتغيير قليل في المعنى. It recurs in differing variable environment، يعني ممكن أن يحدث بمختلف الحالات اللفظية، البيئة اللفظية المختلفة بتغيير بسيط في المعنى. يعني معناها أنا عندي play ممكن يصير played، ممكن يصير playing، ممكن يصير playful، ممكن أضيف أجزاء أخرى إلى الكلمة. ممكن أضيف أجزاء أخرى إلى الكلمة. فهذا هو المقصود.
الو يلا قطع شوي الاتصال. اي فهذا هو المقصود بانه يمكن اضافتها. طبعا ثلاث نقاط جدا جدا مهمات، حاول تركز على كل كلام كل ملاحظه صغيره احنا نقولها. زين دقائق. It recurs in different variable environment with relatively meaning relatively suitable meaning. هاي هي الملاحظة رقم ثلاثة جدا مهمة لازم تنحفظ. زين هسا طلابنا الأعزاء لا تنسى لا تنسى المورفيم هو أي كلمة إلها معنى. اكتب لي يمك ملاحظة، اكتب يمك ملاحظة على موضوع المورفيم. ملاحظة تقول، ملاحظة تقول أي كلمة أو جزء من كلمة له معنى أي كلمة أو جزء من معنى يكون له معنى نعتبره مورفيم. يعني طلابنا الاعزاء اي كلمه لها معنى هي مورفيم، اذا جتها اضافه تعتبر مورفيم اخر. يعني انا عندي كلمه بلاي هاي مورفيم، ري بلاي معناها صارت مورفيمين، الري لها الري مورفيم والبلاي مورفيم، صارت عندك مورفيمين. واضح لهنا عيني؟ اسالكم تشيب كم مورفيم تشيب؟ واحد. زين زين cheaply عافية جيد. اي هاي هاي الفكرة يعني. زين اكتب لي يمك ملاحظة، اكتب لي يمك ملاحظة لكل مورفيم في اللغة الإنجليزية له معنى. كل مورفيم إضافي باللغة الإنجليزية يكون له معنى. كل مورفيم إضافي في اللغة الإنجليزية يكون له معنى. مثلا آني اكتب لي يمك أمثلة على سبيل المثال عند المورفيم UN هذا معناه not، مثل ما أنتم تعرفون الـ UN شنو معناها طلاب؟ معناها not. UN معناها not. كل مورفيم باللغة الإنجليزية إلى معنى. مثلا عندك الـ RE اللي تكون ببداية الفعل، هاي الـ RE الـ RE مثلا يعني هذه الـ RE معناها again. فكل مورفيم باللغة الإنجليزية إلى معنى. هنا عندك مورفيمات لازم تحفظهن. يعني مثلا عندك الـ NT شنو معناها الـ NT؟ before re again. ال ly affected by keyboard كل وحده ال un كل وحده لها معنى. كل مورفيم لها معنى، مرات المورفيم الواحد له اكثر من معنى. هذين المورفيمات اللي بالاحمر الحل موجود عندك بنهايه الكتاب، تنزل الحل وتحفظه. وبالنسبه للتمارين شارحهم كليتهم على اليوتيوب، بالنسبه للتمارين شارحهم كلهم على اليوتيوب، وهم راح انزل لكم الرابط تقدرون تشوفونهن كلهن. مفهوم ان شاء الله؟ مفهوم. عيني كل لكل مورفيم اضافي معنى، لكل مورفيم اضافي له معنى، ويجب حفظ هذه المورفيمات. يعني ويجب حفظ معنى هذه المورفيمات. لكل مورفيم له معنى، هاي عادة الملاحظة، لكل مورفيم له معنى، وهذه المورفيمات يجب حفظ معنى كل مورفيم. يعني لازم كل مورفيم يجب حفظ معنى.
زين هسه راح نجي على انواع المورفيم. طبعا انواع المورفيم هي انواع كثيره. احنا عندنا تعريف، عندنا نوعين الفري مورفيم وهذا هو تعريفه. خلنا نحدد لك اياه بالكتاب، هذا تعريف مالته كلش مهم. هذا تعريف الفري مورفيم وهذا تعريف الباوند مورفيم. هذا تعريف الباوند مورفيم. يلا هسه اشرتوهن يمكم ان شاء الله، عيني اشرهن يمك، افتح كتابك هسه اشرهن يمك وخلي ابدي اشرح لك شنو معنى كل مورفيم. النوع الاول من انواع المورفيم هو الفري مورفيم is one that can be uttered alone with meaning. الفري مورفيم هو المورفيم الذي يمكن ان يكون له او ان ينطق او يستخدم، يمكن ان يستخدم لوحده ويكون ذا معنى. هذا هو ترجمة التعريف، هذه هي ترجمة التعريف. استاذ محمد ممكن توضحنا بعد اكثر حتى تصير الصورة عندي واضحة؟ اي نعم تدلل. الفري مورفيم هو اي كلمة لها معنى بدون اضافة، اي كلمة لها معنى بدون اضافة. الكلمة اللي بيها معنى بدون اضافة اعتبرها فري مورفيم. يعني مثلا عندي كلمة play، هاي مورفيم ونوعها فري. ليش؟ لانه كلمة play لها معنى واقدر استخدمها وحدها. زين خلي اقول playing. playing play هي free morpheme، ال ing هي bound morpheme. ال ing ما لها معنى وحدها. طلاب نقدر نقول ing شنو معناها؟ التزلف. شنو معنى ing؟ اريد معنى بالعربي، ما لها معنى. اذا اي كلمة لها معنى باللغة العربية مرادف باللغة العربية هذه هي free، ما لها مرادف باللغة العربية هذه bound. الباوند unlike free cannot uttered alone with meaning، هو المورفيم اللي ما نقدر نستخدمه وحده وما يكون له معنى صريح، ما يكون له معنى صريح. يعني مثلا انا عندي played، هاي كلمة played، هاي الكلمة بيها مورفيمين، البلاي وحده free والايدي هذا هو الباوند، الايدي هو الباوند. زين سؤال، ليش اعتبرت البلاي هو مو فري؟ تقول because it has meaning، لانه الى معنى. الايدي ليش اعتبرته باوند؟ لانه ما الى معنى صريح، لانه ما الى معنى صريح. يعني طلاب هسه انا اسالك شنو معنى الايدي بالماضي العربي؟ اعطيني معنى الايدي، شنو معناها؟ اريد معناها، مو تقول لي تفسيرها، لا تقول لي تستخدم للماضي، قول لي معناها شنو؟ ما لها معنى. ما لها معنى بالضبط، طالما لها ما لها معنى نعتبرها باوند. هسه اخوتي عيني اخواتي وياي عيني، الله يرضى عليكم وياي، الله يرضى عليكم وياي، الفري شنو معناه؟ الى شنو معنى؟ الفري الى معنى، احسنتم. والباوند ايش بي؟ الباوند ما يكون الى معنى صريح. بالضبط. زين هسه خلينا نجي على هذا التمرين. يقول underline the bound morpheme. بهذا التمرين يقول حدد لي الباوند مورفيم، المورفيم الإضافي حدد لي إياه. يعني الكلمة أو الجزء من كلمة اللي يكون إضافي ما إلى معنى حدد لي إياه. والله يا أبا ما مقصر وياك استنقبيل، هو صاحب الكتاب مدللك دلال، الله شاهد. زين مدللك دلال يعني، وهو يحبك أصلا. أنتوا يا جامعة أنتوا، الظاهر هذا كان عايش بالمثنى يحبكم حتى المادة سهلة يعني، ترى هو الخاطركم مسويت يعني، فأنتوا شكروا يعني. زين حياكم الله. عيني هسه سبيكر، من هو الباوند؟ بالضبط. كينغدوم دي او ام. بالضبط. ليش؟ لانه اضافيه ما لها معنى صريح. دريمد هي الايدي، هي الباوند، ونفس الحاله لهنا. واضح. نجي على البيس ايضا، هذا وين البيس تعريفه. البيس يعني هذا تقسيم اخر للمورفيم، is a part of word that has a principal meaning. هو البيس مورفيم هو جزء من كلمة والذي يحتوي على المعنى الرئيسي، الذي يحتوي على معنى رئيسي. تقريبا هو نفس الباوند، تقريبا نفس الفري. بالضبط، البيس هو نفسه فري،
اختلاف بسيط جدا. يعني البيس هو الـ كل الفري كلها هي باوند، هي الفري كلها بيس، يعني كل المورفين الفري هو ممكن يكون بيس، بس مرات البيس ما ممكن يكون فري، مرات البيس ما ممكن يكون فري. البيس مورفيم هو جزء، هو جزء من كلمة الذي يحتوي على المعنى الرئيسي، الذي يحتوي على المعنى الرئيسي، يعني تقريبا نفس الفري، يعني الروت الجذر مالت بالضبط الجذر مالت الكلمة، بس مرات ما يحتوي على معنى صريح. هي هاي المشكلة بالبيس، يعني الفري لازم يكون له معنى صريح له مقابل باللغة العربية، ولكن بالبيس هو يحتوي على المعنى الشائع او الاغلب الجذر، بس مرات ما يكون له معنى، يعني مرات تقريبا يعني 5% 3% هيك، ولكن هو نفسه الفري. يعني بالكتاب مالتك من يقول لك بيس يعني نفسه الفري، واضح لهنا؟ هذا له ثلاث انواع، طبعا له ثلاث انواع هنا، طبعا جاي لك حدد لي البيس يعني حدد لي الفري يعني قصده. فمثلا احنا عندنا لايتن، عندنا اللايت هي البيس لانه هي لها معنى الاي ان، او يعني هي المعنى الشائع الاي ان ما لها معنى، زين عيني. هذا هو البيس. طبعا البيس له بثلاث خلينا نعوف هسه الانواع، بعدنا مو وقتهن. هنا عندنا تمرين، طبعا بهذا التمرين 8-5 انا شرحه على اليوتيوب ايضا، راح اخلي لكم الرابط، ولكن ايضا راح اشرح لك شنو المقصود بهذا التمرين. طبعا بهذا التمرين عندنا كلمات صايرات جزء من كلمات، يعني مورفين من كلمه صاير بخط مائل قايل لك اريد معناه، مثلا اوديو، اودينس، اوديبل، يعني اوديتري، ويريد من عندك هذا المورفيم اللي شنو معناه، يعني هذا المورفيم موجود بهاي الكلمات وقايل لك اريد معناه، يعني بالضبط بالضبط مثل احنا قلنا اليو ان شنو معناها اليو ان؟ نو نفي نوت او نو no. بالضبط زين، اذا انا جبت لك الشاشه ها عيني الشاشه تطلع التمرين ما شوف، لا لا الشبكة يمك ضعيفة ظاهرة يمي. زين غيرت لك مكانها يا عمو شوية تظهر يمك حركتها. زين اودينس هنا كل واحد اودينس وكذا ذن كلهن معناهن واحد، كلهن معناهن واحد، والمعنى موجود بنهاية الكتاب تجيبه وتحله وتحفظ عفظ. يعني مثلا بالضبط انا راح اجيب لك مثلا unhappy unhealthy مثلا واقول لك شنو معنى اليو ان، تقول لي نوت، بس نفس الحاله، يعني بس يريد من عندك معنى المورفيم لا اكثر ولا اقل. وطبعا هنا عندنا مجموعه من المورفيمات هم لازم تحفظهن، مثلا عندك الاكس اي ار والاكس رو معناها دراي، البي اي والبي اي او معناها لايف، المس والمسيو معناها هيت، الجيو جيو معناها ايرف، البايبلو معناها بوك، الميتا معناها ميجا، مثلا عندك التيلي او التيل معناها ديستنت، واللوجي معناها ساينس اور ستدي اوف. ذني جدا 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 مهمات لازم تحفظهن. الفوتو او الفوت معناها لايت، هذني يعني مورفيمات لهن معناها، يعني حال الحال اليو ان معناها اليو ان معناها نوت ايضا نفس الحاله ذني. يعني بالامتحان يقول لك شنو معناها ذني؟ اي يعني ممكن يجيب لك يا فراغ صح وخطا اختيار، ممكن يجيب لك يا كلمه، مثلا يجيب لك فوتوغرافي فوتوغرافي ويجر لك خط جو الفوتو يقول لك شنو معناها، تقول له لايت. اي وهنا نفس الحاله طبعا بهذا التمرين 8-6، بهذا التمرين اللي طالبه من عندك قايل لك مثلا جيوغرافي قايل لك شنو معنى الجيو، واريدك تحط لي الجرافي بمثال اخر هيك. بيولوجي قايل لك شنو معنى البايو وشنو معنى اللوجي، واريدك تحط لي اللوجي بمثال، حط لي اياهن بمثال اخر. يعني مثلا انا اجيب لك مثال اقول لك شنو معنى اليو ان، تقول لي نات، اقول لك حط لي اياها بمثال، انت تقول لي مثلا unhappy غير سعيد هيك. هاي هم نفس الحاله بس ذني مورفيمات غيرهن، وذني هنا اللي
يعني خاف تصير هوسة عليكم وما تعرفون يا هو المقصود المورفين، هذا اللي موجود بالخط الماء اللي هو هذا المورفين، طلعونهن وتحفظونهن اللي موجودات بالخط المائل، اللي موجودات بالخط المائل. يعني انا الطبعة مالتي قديمة، اعتقد انتم هم طبعتكم قديمة، يعني حاولوا تشوفوا لكم طبعة حديثة مثلا حتى تشوفون الخط المائل واضح. ذني تعددهن تحفظهن. لهنا واضح عيني؟ جيد. لا والله استاذ ما افتهمته. هذا ما افتهمته هذا التمرين؟ اي مو مشكله، خليك وياي. انا هذا التمرين شرحه على اليوتيوب، هذا التمرين انا شرحه على اليوتيوب، وهسه راح ارجع اعيده مره ثانيه. هذا التمرين الفكره مالته ينطيك مورفيم، ينطيك مورفيم يقول لك شنو معنى هذا المورفيم. هسه مثلا عندك الجيو، الجيو شنو معناها؟ تونا اخذناها قبل شويه، هاي وين هي جيو؟ شنو معناها؟ معناها ايرث. انت تكتب له جيو معناها ايرث. هاي اللي هنا فهمته؟ قوش. النوب شي يريد من عندك بالحقل الثاني؟ يقول لك الجيو حط لي اياها بمثال اخر. هسه هاي مو جيوغرافي؟ هاي مو جيوغرافي؟ يعني مثال من عندك شلون؟ اي من عندك مثال تجيب له، والحل موجود بنهاية الكتاب. اي يعني انت بالنسبة لك الحال تجيبه من نهاية الكتاب، والمثال لازم يكون من عندك، يعني هو كاتبه بالكتاب منطيك حله، يعني انت تحفظه وهاي خلاص، بس هو الفكرة يريد مثال. يعني هذا الموضوع مو مهم، لا تقرونه، ولا هذا التمرين 8-7 لا تقرونه، ترى كلكم اشياء هو الاستاذ لو كلنا اخذهن. زين عيني طلاب ركزوا وياي، هسه حاليا راح نبدي ناخذ انواع الافكس. اخذنا الفري وقلنا شنو معناه، هسه راح ناخذ الافكسز وشنو معنى انواعه. اخذنا الفري وقلنا انواعه شنو هو، هسه الافكسز وشنو انواعه. الافكسز تعريفه is a bound morpheme that can occur before or within or after base. الافكس هو مورفيم نوعه bound يحدث قبله او داخل او وسط او بعده البيس مورفيم. الافكسز هي اضافه ممكن تكون بالبداية، ممكن تكون بالوسط، ممكن تكون بالنهاية. هذا هو تعريف الأفكسيز، هذا هو تعريف الأفكسيز. لهنا واضح؟ الأفكسيز طبعا هي نفسها الباوند، يعني إذا أجيب لك سؤال أقول لك ما هي أنواع الباوند، تقول لي مثلا كذا وكذا وكذا راح ناخذهن. تعريف الأفكسيز هذا هو قدامك. طبعا انواعها هي انواع الافكسز هي بريفكسز وست انفكسز وسافكسز. البريفكسز هي الاضافات اللي تصير قبل الكلمه، الانفكسز هي الكلمات تصير اللي بداخل الكلمه، يعني مثلا عندي مان تصير مين، التغيير يكون بوسط الكلمه. مثلا عندي توث تيث، توث تيث، التغيير يصير بنص الكلمه. زين مثلا عندك بيكم بيكيم، تغيير يصير بسط الكلمة. come came هذا نسميها infixes. عندك suffixes هي الكلمات اللي تصير بنهاية الكلمة، الكلمات اللي تكون بنهاية الكلمة. مثلا عندك play played، هذه هي أنواع الأفكسز. زين هسا شنو المطلوب من عندك تقرأ؟ لازم تقرأ تعريف الأفكسز، ولازم تقرا تذكر انواعها ثلاثه اللي هي البريفكسز والانفكسز والسافكسز. ولا تنسى ملاحظه مهمه جدا على ان الافكسز هي نفسها باوند، يعني من اجيب لك سؤال عرف الافكسز او يعني اذكر وضح الافكسز تكتب له هذا التعريف، وانواعها تقول له بريفكسز انفكسز سافكسز، او ممكن اقول لك عرف الباوند تعريف الباوند اللي اخذناه قبل شويه واذكر انواعه، تذكر البريفكسز والانفكسز والسفكسز. سؤال هسه راح نجي على البريفكسز. those bounds morpheme that occur before base، يعني البريفكسز هي الاضافات اللي هي من انواع الباوند واللي تكون قبل الجمله، قبل الكلمه، اللي تكون بالبدايه، تكون بدايه الكلمه. هذا هو تعريف
البريفكسز. مثال عليها happy unhappy. اليو ان هي بريفكسز معناها صارت ببداية الكلمة. لهنا مفهوم؟ هذا تعريف مهم. هنا طبعا هنا قايل لك حدد لي مثلا قايل لك حدد لي البريفكسز، تقول له الانتي انتي فريز. هذا الانتي هذا هي بريفكسز لان صارت ببداية الكلمة. طبعا بالمناسبة شنو معنى انتي؟ ترى انتي معناها against، انتي فيروس، ضد الفيروس، انتي معناها ضد. ما سامع يقول لك انتي فيروس؟ يعني انتي فيروس معناها يعني مضاد للفيروس. انتي فريز يعني معناها مضاد للتجمد، يعني لا يتجمد. مرات اكو انتي بروكن، انتي بروكن يعني مضاد للكسر، يعني ما يكسر هيك. هسه طلابنا الاعزاء، طلابنا الاعزاء الله يرضى عليك خليك وياي وتابع وياي. طبعا من هاي الكلمه اقدر اسالك ثلاث اسئله. اول سؤال ممكن اسالك اياه، ما هو او حدد الباوند مورفيم او الافكس بريفكس، تقول لي الانتي. سؤال اخر اقول لك شنو معنى الانتي؟ اجينست. اقول لك حط لي الانتي بكلمه اخرى، انتي فيروس. هي هاي الاسئله هيك، يعني ممكن يقول لك حدد لي، ممكن يقول لك افكر لي معناه، ممكن يقول لك احط لي اياه مثال. اكو مشكله لهنا؟ اكو مشكله والله ما افتهمت. لا مو ما افتهمتها، بس خليك وياي. تدري ليش ما افتهمتها؟ لان انت ما قاري معنى المورفيمات. هي هاي المشكله، انه انت ما تعرف معنى المورفيم. هي هاي المشكله، يعني المشكله انه انت معاني المورفيمات ما حافظينهن. هسه عيني، يعني هسه بالامتحان راح يجيب لك انتي فريز. شنو معنى الانتي؟ تذكر له معناه شنو معنى انتي؟ هي ها اللي ساعي حكى قبل شويه، من هو؟ منو حكى قبل شويه؟ منو حكى قبل شويه؟ عيني منو كان عنده سؤال؟ منو قال ما واضح استاذ؟ عايد استاذ. عايد يلا عايد وينك؟ عايد استاذ. اي عايد شنو معنى الانتي؟ والله استاذ ما اعرف. اه زين شنو معنى اليو ان؟ والله استاذ ما اعرف. ها هي المشكله وين؟ المشكله انت ما حافظ المورفيمات. هذن المورفيمات كل مورفيم يكون له معنى، لازم انت حافظه. زين خليك وياي هسه، خليك وياي عايد. اليو ان عاد شنو معنى هابي؟ ابي سعيد. زين ان هابي غير سعيد. زين اليو ان شنو معناها؟ ايش سوت هنا؟ نفت يعني اداه نفي يمكن. لا مو اداه نفي، احنا ما عندنا عربي، احنا عندنا انجليزي مورفيمات ذني. خليك وياي. اي استاذ نفي. نفي مو نفي، معناها نوت، يعني معناها نو. اي هسه وياي هسه شنو معنى الان اليو ان؟ شنو معناها ان؟ اي ما اليو تو هاشم حجي معود انطك يو ان. اليو ان تو انطك شنو معناها؟ معناها نوت. نوت خوش حجي، معناها نوت. زين اذا جبت لك بالامتحان يو ان وجريت لك خط جواب وقلت لك اعطيني معناها، شو تكتب لي؟ خوش حكي. زين هاي اول اضافه. اخذ اضافه ثانيه عندك الانتي، شنو معنى الانتي؟ معناها ضد يعني. شنو معنى الانتي؟ ضد. انتي معناها ضد، يعني against، يعني بالانجليزي against. زين بالامتحان شلون تجيك يا عايد؟ او ممكن يعني ينطيك اليو ان ويقول لك شنو معناها؟ شنو معنى اليو ان؟ نوت. هاي عرفتها مو؟ هاي واضحه لهنا مو؟ اقول لك هسه لهنا هذه واضحه ولا لا؟
هسه خلينا نجي ناخذ نوع اخر من الباند وهو يسمونه الانفكسز اللي هو الاضافات الوسطيه. باوند مورفيم هي انواع ذات يعني اللي تسمى باوند مورفيم ذات هاف بين انسيرتد وذن اوارد اللي تكون يعني التي تحشر في وسط الكلمه او توضع في وسط الكلمه يعني تكون بوسط الكلمه. مثلا عندنا جيت جوت هنا عندنا الاي صار او. شوف عيني ركز وياي الله يرضى عليك وياي هنا خلينا نعطيك مثال واضح. شوف هنا عندك فوت فيت اذا تشوفون هاي الكلمه قربت لكم الشاشه كلش هنا عندك فيت صارت فوت فيت شفت التغيير دبل او صار دبل اي. ماوس مايس تيك توك تيكن شوف استاذ ماي هسه ما طالع طلاب طالع يمكم والله ها والله عاد انت عندك مشكله الظاهر لو بعينك لو بالبرنامج والله استاذ واحد مشكله بس ما طالع والله يا ظاهرة. المهم محاضرة مسجلة تقدر ترجع عليها بعدين إن شاء الله. عيني هنا عندك التغيير شوف التغيير اللي يصير بوسط الكلمة هذا هو نسميه انفكسيس تعريف تحفظه وتاخذ لك فد مثالين ثلاثة. وهذا التمرين ترى طالبة من عندك بس تجر له خط جو الإضافات الانفكسيس بس قايل لك حدد ليهم يعني بس طالب من عندك تحددهم. تمرين 8-9 يطلب من عندك تحديد كأنواع تحديد جزء الانفكسز يعني معناها تحدد له الكلمات او التغيير اللي يصير بوسط الكلمه. هذا طالبه تنين 8-9. هسه نجي على نوع اخر وهو السفكسز. السفكسز هي ايضا باود مورفيم واللي تكون بنهايه الكلمه اللي تكون بنهايه الكلمه يعني اي مورفيم اي كلمه اي جزء من كلمة يتم إضافته إلى النهاية نسميه إحنا suffixes مثلا عندنا dream dreamed شوف الـ ed اللي بالأخير هذه هي نسميها suffixes إضافات نهائية. تعريفها مهم تعريف تحفظه منا. فخليك وياي لا أشرح هذا التمرين واوضح لكم فكرته احكي لكم سالفه صارت وياي شخصيا. فد يوم من الايام كنت التقي بواحد من اصدقائنا وهذا الشخص كانت عنده هيك سياره صغيره فدائما كنت اساله اني اقول ليش عجب هذا وضعك يعني ليش صار لك 5 أو 6 سنوات على هاي سيارتك ما بدلتها؟ قال يا اخوي انا شو بدلها هي اصلا مو سيارتي هذه اصلا هي سياره ابن عمي وابن عمي مسافر وانا قاعد اشتغل بيها فيعني هو منطيني اياها تقريبا ومرات يعتاز يعني انا اجمع له هيجي ورقتي انا ثلاثه ادز لها بس هي سيارته اصلا مو سيارتي. قلت يا ابي ليش ما تغير وضعك؟ قال اه ايش اغير وضعي انت وين عايش عمي تصدق تحكي؟ انا بالنسبه لي عندي اطفال وعندي ايجار يا دوبني اجمع ايجاري. قلت له زين انت ما اشتركت بسلف وغيرت وضعك ليش ما غيرت وضعك ليش يعني انت يعني رضيت بالواقع مالتك ليش؟ قال انا ما اقدر يعني مو ما اقدر. قلت له انا راح اسالك سؤال. قلت له انت يوميا من تطلع الصبح شو تفكر؟ قال والله انا اطلع الصبح افكر اقول اني اليوم معتاز 40,000 اشتغل حد ال40 45 وارجع للبيت. قلت له يعني ما يوم فكرت تشتغل شغل زايد على مود تجمع فلوس حتى تشترك بسلف مثلا او تداين منه ومنه حتى تقدر تاخذ لك سياره مثلا بالاقساط تداين على نفسك وتشتري السياره او هي هاي نفسها سياره ابن عمك احتمال لو جامع فلوس وقايل اريد اشتريها يعني برضاته بدون ما يعني اخاف اذا هو يريد يبيعها وضع زين ليش ما افكر؟ قال لي والله انا ما فكرت لا افكر انا افكر اجمع يوم ورا كذا. فانت الطالب هم نفس الحاله هذا الطالب اللي ما قاعد ينجح وظرفه صعب هو ما قاعد يفكر بالنجاح هو قاعد يفكر الله كريم والله على عطخات من تحس عنده يروح يقرا من يصير عنده امتحان بيوم واحد يريد يقرا الماده كليته وهذا شيء خطا. انت لازم تفكر بانه انت انسان تريد تنجح وتقرا تضبط الماده ما تفكر يلا كل تمرين تقرا نص نص تمرين لو تقرا لك نص تعريف وتقول الله كريم وما يخالف لا ارتب وضعي واقرا قرايه مضبوطه وادبر اموري بشكل صحيح
اللي يسوي هيك ما يفشل، بس اللي ذابها على السطور والله كريم وتعيين ماكو والوضعيه ما ادري شلونها، تعليم الالكتروني هو هذا هو هو يبقى بالجامعه هو هو يعاني وبالالكتروني هو هو يعاني. فنتمنى الموفقيه للجميع واخذنا من وقتكم. خلينا نكمل عيني. بالنسبه لتمرين 8-11 هذا التمرين مو كلش مهم، هذا تمرين بس عندك يعني كلمات بعثره اريدك تصفطهم يعني، فهو مو مهم يعني. ما معقوله بالامتحان يجيب لك كلمه صفطه خمسة ابتدائي فهيك ما تجي اشياء يعني. خلينا نجي ناخذ على ناخذ الانفلكشنال افكسز. بالنسبه للانفلكشنال افكسز هي اضافات، هي كلمات تحتوي على او هي خلينا نسميها عائله من الكلمات يكون لها معنى، يكون لها معنى معين وهي اعداد محدده. زين طلابنا الاعزاء، ورا ما اخذنا المورفين ورا ما اخذنا انواعه، هسه راح نبدي ناخذ عائله من الكلمات يسمى انفلكشنال افكسز. عائلة احتمال عراقية واحتمال عاش يمكن بالواسط. إذن هاي العائلة من واسط. من هي هاي العائلة؟ تتكون من 9 عناصر. تتكون من 9 عناصر. طلابنا الأعزاء الانفلكشنال هي عيني مثنى مثنى مواسط نفسها لو لا والله ما اعرف بعد. المهم ماكو فرق ان شاء الله كليتنا اخوان واهل يعني اي محافظه كانت. واسط الكوت استاذ، واسط الكوت انا. تمام تمام احنا هم عندنا بابل والحله يعني. ف زين اذا الانفلكشنال افكسز هي عائله من الكلمات يكون يعني لها يعني محدد. زين من هي هاي العائله؟ اللي هي اس الجمع، اس التملك مالت المفرد ومالت الجمع. أس التملك للمفرد والجمع، أس الجمع مثلا dog dogs، أس الشخص الثالث. طلابنا الأعزاء هاي الإضافات شو نسميهن؟ شو نسميهن عيني؟ شو نسمي هاي الإضافات كلهن ذني؟ inflectional affixes. inflectional affixes هاي الإضافات اسمهن inflectional، اللي هي اس الجمع، اس التملك، اس الشخص الثالث، اي ان جي حاله الماضي، حاله التصريف الثالث، الاي ار مالت المقارنه، والاي اس تي مالت التفضيل. راح ارجع اعيدهن مره اخرى. شنو هاي الاضافات؟ اضافات نسميهن انفلكشنال. من هي اضافات الانفلكشنال؟ اللي هي اس الجمع و والاخره. ذن التسعة ذن لازم تحفظهم، تحفظهم تعداد. ذن الاضافات شنو نسميهن طلاب؟ يعني اذا لقيت كلمه بها اي ان جي مثلا هي از ريدنج، الـ ING الـ Breeding شنو نوعها؟ Inflectional. لهنا واضح؟ لهنا واضح عيني؟ ألو؟ تمام تمام زين حياكم الله. نعم عيني هسه راح نجي على خصائصهم، خصائص هاي العائلة. أولا they don't change a part of speech. أول حالة أو أول ميزة من حالات الـ inflectional they don't change the part of speech، يعني هاي الإضافات ما تغير شكل الكلمة. يعني برأيك برأيك أنا عندي مثلا مثلا أنا عندي play، إذا ضفت لها الـ ed هاي الإضافة تغير شكلها يعني نوعها؟ يعني إذا هي فعل تبقى فعل أو تصير اسم؟ هي هي مثل ما هي. إذن نعم إذن أول ميزة they don't change the part of speech. مثلا عندنا book books اسم، هي اثنينها اسم. إذن أول حالة ما تغير نوع الكلمة. الحالة الثانية they come last in a word، يعني يجون بنهاية الكلمة، يعني معناها ذن يقفلون الكلمة، يعني هاي تقفل الكلمة. يعني برأيك انت هم يوم شفت ايدي بالبداية، هم يوم شفت ايدي بالبداية؟ ماكو ايدي بالبداية، هم ذولا يقفلون الكلمة، تقفل الكلمة. يعني أصلاً ذولا من يجون بالكلمة بعد ما نقدر نضيف إضافة وياها. يعني هم بحياتك شايف ED ورا الED أكو ING أو مثلاً ED ورا، يعني ما يصير ضيف وراهن إضافة. هذا هو المقصود بـ they come last in a word. مفهوم لهنا النقطة الثانية؟ مفهوم.
نقطة أربعة ثلاثة they go with all stems of given part of speech، يعني معناها هاي الإضافات تجي ويا كل جذر الكلمات. شكو كلمة باللغة الإنجليزية تجي ويا هندني. they go with all stems، stems يعني جذر، يعني جذر الكلمة، يعني ممكن يجي ذولا هاي الإضافات تجي ويا كل جذور الكلمات. هذا هو المقصود ب they go with all stems of given part of speech. واضح لهنا عيني؟ رقم أربعة they don't pile up، يعني ما ممكن نكررهم، يعني ما نقدر نكرر واحدة بعد الثانية. يعني إذا ضفنا ing ما نقدر نضيف وراء ing ed، إذا ضفنا مثلا ed ما نقدر نضيف وراء ed مثلا er، ما يصير. they don't pile up يعني لا يتراكموا. هاي رقم النقطة الثالثة يقول هاي الاضافات ممكن يجون مع كل انواع الكلمه. يعني هسه انا مثلا اكو فعل باللغه الانجليزيه ما تقدر تضيف له اس الشخص الثالث، اكو فعل بالانجليزي ما تقدر تضيف له اس الشخص الثالث، اكو فعل بالانجليزي ما تقدر تضيف له اي ان جي. يعني نقدر نضيف الاي ان جي ويا كل الافعال. ايش المقصود به هاي الملاحظه؟ نعم هذا التمرين مو إيه، ممكن يقول لك يعني عدد الانفلكشنال افكسز، عددهم واكتب خصائصهم مع ذكر مثال لكل حالة. سؤال 8 تمرين 8 12 هذا مو حال تمرين مهم. هذا التمرين يقول حدد الإضافة الانفلكشنال، يعني هنا وين عندنا إضافة؟ طبعا هنا عندنا ستود لان فعل ماضي، هنا عندنا ستملك مثلا، هنا عندنا الاي ان جي، هنا عندنا الاي ار مال مقارنه، هنا عندنا الفعل الماضي. يعني قايل لك حدد لي الاضافه اللي بال مال انفلكشنال دلين عليها وين. هيك هذا مو حل تمرين مهم، لا تقرونه. مفهوم عيني لهنا؟ نجي على الديريفيشنال سفكسز. طبعا الديريفيشنال سفكسز هي هم عائلة اخرى من الاضافات، هاي العائلة بها فد خصائص معينة، هاي العائلة بها خصائص عكس ذيش المخصائص اللي اخذناها. اولا they comes arbitrary، the word with which derivational suffixes combine is arbitrary matter، يعني معناها هذول يرتبطون ارتباط عشوائي، يعني ما لهم فد قاعدة. يعني مرات تباوع على المن صايره ويا الفعل، مرات صايره ويا الاسم، يعني ما ادري شلونها ما تفتهم من عندها، ما لهم قاعده. يعني هسه احنا عندنا بالانفلكشنال افكسز نعرف ان كلش زين الانفلكشنال افكسز، يعني مثلا عندك الاي دي ويا من تجي مع الافعال، مع الافعال تعرفها. مثلا عندك اس الجمع تجي ويا الاسماء، بس هذني ما لهم قاعده. هيش بكيف نعم. وهذا تمرين عندنا، هذا تمرين طبعا قايل لك اربط الإضافة مع الكلمة. مثلا عندك happy يصير happiness، مثلا friendship ايشي رايدك تربط ليان، يعني بس اريد بعندك تربطهم لا اكثر ولا اقل. بالامتحان ممكن يجيب لك مثلا الهابي او الفريند ويقول لك غير لي اياها سوي لي اياها اسم، انت لازم تحط له من هاي الاضافات. يعني هذا تمرين هم لازم تقراه، هذا تمرين هم لازم تقراه اذا طالبه من عندك الاستاذ. النقطه الثانيه هاي الخصائص لازم تحفظ. يقول they change the part of speech derivational suffixes، تغير نوع الكلمه. تذكرون احنا من اخذنا الانفلكشنال وقلنا ما تغير الكلمه، اما الديريفيشنال فتغير الكلمه. يعني انا مثلا على سبيل المثال، يعني لو قلت مثلا عندي break breakage، هاي الage صارت اسم، كانت فعل صارت اسم، break breakage صارت اسم.
اذا نضفنا الايج تغير المعنى. اما بالانفليكشنال فعاكس ذني، الانفليكشنال ما يتغير الشيء نوع الكلمه. شوف مثلا عندك سينج يغني، سينجر مغني، سينج يغني، سينجر هنا شنو مغني، تغير نوع الكلمه من فعل الى اسم. فهذا هو المقصود بانه they don't they change the part of speech، يعني يغيرون نوع الكلمه، اذا اسم يصير فعل، اذا فعل مرات يصير صفه هيك. فهذولا الديريفيشنال سفكسز. طبعا هاكو ملاحظة مهمة، من هي الديريفيشنال سفكسز؟ سؤال انا راح اسألك اذا تجاوبني، من هي الديريفيشنال سفكسز؟ الانفليكشنال عرفناها نحن تسعة، الديريفيشنال من هم؟ طب غير هذا من التسعة اي اضافة تجي من باستثناء هذا من التسعة؟ بالضبط. اذا كل اضافات اللغة الانجليزية هي شنية؟ ديريفيشنال باستثناء التسعة ذني انفليكشنال. هسويها راح اسوي مراجعه هيك شفهيه بيني وبينكم. الانفليكشنال افكسز الاضافات عددهم تسعة وهذولا ما يغيرون نوع الكلمه. اما الديريفيشنال هي اضافات، كل اضافات اللغه الانجليزيه تعتبر ديريفيشنال، وهي تغير نوع الكلمه اذا فعل يصير اسم. هذا هو المقصود به. لنا عيني واضح؟ واضح. ترى الاي ان جي مو موجوده بالاثنين. الاي ان جي اذا هي للفعل، اذا هي للفعل هي ديريفيشنال، بس اذا هي للاسم، اذا هي للفعل فهي انفليكشنال، بس اذا هي للاسم ديريفيشنال. يعني مثلا مثلا يعني مرات اكو اي ان جي هي من اصل الكلمه، يعني مرات اكو اي ان جي يعني تكون مو للفعل، تكون للاسم، هذيك نسميها انفليكشنال وهي مبينه، يعني ما راح يخلطك بيهن، ما راح يجي لك فيهن، راح يجي لك بالامتحان حاله من عدل، ما يجي لك يعني حالتين. يعني باوع اذا جمله بيها از، اذا جمله بيها از او ار او ام معناها هذه انفليكشنال، اذا ما بيها از او ار او ام معناها ديريفيشنال. تمام استاذ. ايه الاي ان جي اللي يبتلك ثلاثة انواع تقريبا مو؟ اللي هي الverb والنومنال والadjective. لا غلط، لا غلط، هذا مو موضوعنا، ذاك غير موضوع. مثلا هي الاضافة الديبريشنال. لا لا ما لها علاقة، لا 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 ذاك غير موضوع، لا تربط ذاك الموضوع ويا هذا. هذا موضوع الاضافات، احنا ما قاعد نتحدث على انواع الاضافات ولا قاعد نتحدث على انواع الاي ان جي، احنا قاعد نتحدث على ان هذه الاضافة ديريفيشنال لو انفليكشنال، هذا موضوعنا. تمام استاذ. نعم استاذ. شلون اذا كلمه بيها از وام وار؟ اي اذا جمله اذا لقيت بيها از وار وام وزوير معناها هاي انفليكشنال، اذا ما لقيت بيها از وار وام وزوير يعني ذن افعال الكينونه معناها ذن هذا ديريفيشنال. رقم ثلاثة derivational suffixes usually do not close off the word. شنو معنى هاي الجملة؟ من يقدر يقول لي شنو معناها؟ يعني ما تقفل الكلمة. يعني اعطيني مثال. يعني الكلمة ما تنتهي بها، نقدر نضيف إضافة ثانية مثلا. بالضبط، يعني معناها نقدر نضيف إضافة أخرى. يعني مثلا read يقرأ، reader قارئ، readers. ضفنا ER وضفنا النوب S. هيج. سينج يغني، سينجر مغني، سينجرز مغنين. نقدر نضيف إضافة. مثلا عندك بيوت، بيوتي جمال، بيوتيفل جميل، بيوتيفلي بشكل جميل. شوف ضفنا عليها إضافتين ممكن، بس هناك قلنا ما يصير. قبل شوية قلنا مثلا قبل شوية قلنا بلاي بلايد، من حطت الإيد الكلمة ماتت بعد انتهت، لا يقدر نضيف لها شيء ولا قفرت. واضح عيني؟ عيني تفضل. زين بالنقطة الثالثة بالنسبة لهذا close the word، نقدر نستبدل الفورمولا مال هاي الجملة، إذا مثلا ما هذا نقدر نحفظ نصا نقول accept more than one addition عادي. شلون يعني قصدك؟ أكثر من إضافة. accept more. لا يعني لا والله أنا أفضل تكتبها من الكتاب أحسن يعني. تمام. أي والله. افضل هي صح ابو كلامك مو خطا،
بس يعني بالامتحان الاستاذ مرات يعني يدور لحجه يعني. هذا التمرين لا تقرونه مو مهم. هذا الموضوع اخذته هذا الاي ار انواع الاي ار هذا مو اي انواع الاي ار وانواع الاي دي اخذتوها ما اعتقد اليوم اللي حق نكملها ان شاء الله غير يوم نحدد لكم يوم ناخذ لكم اياها.